شرار وصل وصل البارحة أهلنا القادمين من مضايا والزبداني وبقين، حيث تم استقبالهم في مدينة إدلب بمركزي إيواء أحسان مبيض ومدرسة الخدمات، حيث قامت المنظمات مشكورة بتوزيع سلل الفواكه وسلل الطوارئ الجاهزة للأكل، بالإضافة لتقديم منظومات الإسعافية تقديماتها الطبية ونقل لعدة حالات إسعافية نتيجة طول السفر على الطريق، حيث بقي الأهالي 72 ساعة على الطريق إلى حين تم الاتفاق مع النظام وإجراء عملية التبادل.